إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. طبعا عندي المرحلة الثانية تركيب الصفوف الجديدة، هذه الصدر مع الصفوف مجموعة كاملة مع الوجه، وهذه الصفوف الخلفية وهذه الصفوف الأمامية. طبعا ركبنا الآن الصفوف الجديدة، راح أركب الآن القفلة حقتها. ركبنا الآن الصفوف، ركبنا القفلة، لاحظوا القفلة هنا في المجرى حقتها، لأن بدون المجرى ما حتركب، فلها مجرى هنا تدخل فيها الجزء من التيلة في الجانب. أضفنا مكان الصدر، طبعا هذا عندي صدر الآن كامل بالوجه بالصوف. طبعا هذا مجرد جلبة مع الهدايا. الآن راح نطبق بعون الله لبات الصدر، طبعا حتى يجي مع مسامير مع الوجه. ركب المسامير 10، ركب الصدر بالكامل، شدناه بالكامل ولفينا عليها أكثر من مرة عشان نتأكد من الشدة الصحيحة. خلصنا الآن من صدر الصوفة الخلفية حق المحرك، خلصنا الآن من صوفة الصدر الأمامية حق الجير، لكن للأسف الصوفة الخلفية جت أكبر من حقة السيارة، فما أدري طبعا مشتريها من التوكيلات والمشكلة فكيناها من الكيس، ما أدري ترجع ولا لا. هذه أكبر حتى من الصوفة الأمامية والخلفية. طبعا هذه صفة الجير الخلفية، ولاحظوا الحجم، هذه أكبر بكثير. طبعا أنا ما جربتها بالمقاس لأنه كان مكيسة، ففكيتها عشان أركب فطلعت كبيرة جدا، ما أدري حق أي موديل الله أعلم. الحين راح أركب الحذاف. ركبنا الحذاف، ولازم النقطة هذه توافق مع بعضها ويكون بهذا الشكل، لو عكسته ما راح أركب. شدينا عليه أكثر من مرة، أنا كده خلصنا من الحذاف ومن صوفة المحرك الخلفية. وظفنا حول الكارتير، الآن برضه يحتاج إلى غسيل. نظفنا الآن الحاوية حقت الطنجرة، راح أركب الطنجرة الآن وركب الجير. ركبنا، تم تركيب الجير. أول شيء السنترة اللي في المنتصف، ثم السنترة الثانية اللي في المنتصف، لاحظوا هنا، أدركوا مسمار هنا، مسمار أسفل، مسمار علوي. طبعا لاحظوا ركب المسامير إن شاء الله يوضح. ركب المسمار هذا أيضا، مسمار ما راح يوضح معي هنا لكن بحاول. لاحظوا هذا المسمار الثاني، معلش لأنه قربت الصورة أكثر من اللازم يصير فيه تشويش. لاحظوا هذا الآن اللي حق يتثبت فيها الهوز حق التبخير حق الجير، وهذا اللي يثبت فيه هذا المسمار تم تركيبه اللي يثبت فيه الضفيرة والمواسير اللي جاية من المحرك حق الإيفاب وحق البنزين وضفيرة الشريحة. بس الآن شدينا المسامير الأساسية حق الجير وراح أركب عليها صواميل حق التثبيت. بعد ما ركبنا المسامير التثبيت خلاص يصير بدل أنت تتأكد تركب مواسير الزيت، هذه تركب التثبيت حقها الجير أو عفوا المواسير هذه، وبعدها عاد تشد عليه براحتك. ثبتنا المواسير حق العيار أو ماسورة العيار،
شغلة برضو حق بلف التبخير مع التثبيت. أيضا عندي ضفيرة هنا هذا مسمار تثبيت الضفيرة، راح أقرب لاحظوا كل شيء كما كان، كل شيء كما كان، يعني ما رمينا مسمار ولا شيء. هذا لسه باقي ما شدينا، لأن الآن أنا بثبت المسامير العلوية مع تثبيت المواصورة حقت الإيفاب والضفيرة والقياس. هذه يبدو لي في المتناول، يعني ما عندي أي مشكلة فيها. تم شد جميع المسامير، تثبيت الضفيرة، تثبيت المواصير حق البنزين والإيفاب، حساسيش كمان. تم تركيب الضفيرة حقه والفيش. هذا القرع عندي هنا من ناحية التثبيت خلاص جاهز، من الخلف شريحة القير تم تركيب الفيش حقها، أيضا هنا تثبيت الضفيرة، حوز التبخير بس راح أركبه إن شاء الله بعدين على مقر العارض اللي هنا. الآن راح نشد أو ركب المسامير حقة الحذاف في الطنجرة، نركب مسامير الحذاف في الطنجرة من الأمام. سنترنا الحذاف مع الطنجرة. أول شيء حركنا الحذاف لين صار فتحة مقابل بهذا الشكل عند السلف، بعدين حركنا الطنجرة. الطنجرة حركة ما شاء الله تبارك الله سلسة مرة، يعني خفيفة، لين تستر فتحة الطنجرة أو مسمار الطنجرة مع فتحة الحذاف بهذا الشكل. بس حط المسمار ولا تشده بالكامل، حاول تشد وسط او ما قبل النهايه، ووقف ولف عشان تاخذ اريحيه بعدين في السنتره مع المسامير الثانيه. ممكن تشده بالقوه وبعدين ترجع تورط ان المسمار ما يركب، مع انه راح يركب ولكن من باب الاحتياط. ركب المسمار اول شيء بدون شده كامل، ولف وركب بقيه المسامير، وبعدين شد شد النهائي. شدينا جميع المسامير الثلاثه، راح اركب الحمايه، نركب الحمايه برضو هنا بالسكين. ركبنا الضفيره حقت الاكسسوار حقت الحساس الكرنك، ركبنا الحمايه حقت الحذاف، ركبنا السلف. طبعا الصوفة جبناها الآن من الركن الأصلي، نفس الصوفة حقت الوكالة السابقة اللي كانت عليه. ركبنا الصوفة بشكل كامل، ركبنا الكرسي أو مسمار الكرسي، مسامير العرض، شكمان، حساسات الشكمان، مسامير الشكمان. أيضا هنا مسامير الشكمان بالكامل، حساسات الشكمان، السلك زي ما كان. بعدين راح أسوي له قفلة بطريقة الخاصة. قفلنا الواير حق عصر الجير مع القفلة حقته، حساسات الشكمان راكبة، كل شيء اللي أنا عندي هنا بعون الله جاهز وراكب بالكامل. بقي بس معي العمود، ما راح أركب لأنه إلى الآن ما حصل، لكن إذا ما حصل راح أركب وبعدين راح يغير براحته، لأن التهريب أساسا عنده ما كان من الصوفة، كانت من نفس الفرنجة. أرجع أكرر، السلف تم تركيبه، حساس الكرنك، حساس الطرق كله ركبناه. كل شيء اللي انا عندي جاهز حتى تصفية كاملة، ولا بقي شيء، ولا عاد بقي شيء عندي، فقط حقة المسامير عمود الدوران. طبعا للأسف ما حصلنا من التشريح
الا واحد او اثنين، ولكن للاسف اللي جابها لي مصدي من هنا، هذا غلط، ما راح اركبها، لانه الصد اللي هنا راح ياكل لي الخشونه اللي هنا، راح ياكل لي الصوفه. طبعا حتى لو وديت المخرطه وصور صنفره، صنفره ما تروح الا بشيء يعني قوي وتشيل الطبقه. طبعا الصدى هذا بيكون اساسا هو ماخذ جزء من الطبقه الخارجيه، فلما يكون فيه صدى وانت تسوي له صنفره او بالمخرطه وتنعيم، راح يقل سماكه الفلنجه مع الصوفه، لانه الصوفه اساسا واضعه يعني ما شاء الله تبارك الله يعني بالملي على حجم الفلنجه، فلما يصورها صنفره او شيء ممكن راح يسبب برضه عندك تهريب. فالان انا ما عندي خيار ثاني غير اركب، لان الان المشكله عندي في الجير ما عندي مشاكل، خلاص خلصت منها. هذه مشكله خارجيه، يعني اقدر اي وقت يشتري الفلنجه جديد مستخدم نظيف يركبها بشكل مستقل عن الجير. راح اركب الان ونشغل ونشوف بعد تركيب حادث الجير والتشغيل اذا صار فيه مشاكل ولا لا، يعني عمليه اختباريه. ركب العمود والمسامير، وهذا عندي الان الفلنجه راكبه. ركبنا الارض الان نشغل، طبعا شغلنا ليش الطفل نشغل؟ عشان نجرب اللي هو حركه السلف، لان احيانا مع الفك والتركيب يصير فيه مشكله، لكن بس من باب التاكيد. نجرب طبعا الإنارة حقت الباب، ما شاء الله تبارك الله. الوضع ان شاء الله احلى ما يكون. الان راح نغير ان شاء الله المرحله الثانيه، تغير زيت الجير كامل مع الطنجره. طبعا شغلنا ما شاء الله تبارك الله، بس بقي عندي هنا تنسيم في الاكسوز، لانه ما ركب صح، راح ارخيه واشد مره ثانيه. لكن العجيب كل شيء عندي تمام، لكن باقي هنا في اثار تهريب في زيت المحرك، واتوقع من نفس الكثير اللي من اسفل الجير. لاحظوا عندي التهريب هنا سابقا، عندي هنا من جوانب الكثير، بس لاحظ عندي هنا تهريب من اول ما يجيني وقبل لا اغير التهريب، اساسا عنده برضه من وجه الكثير من الجوانب. فاحتاج فقط بس فك الكثير، يغير الوجه، ويحبذ ذا انه يغير معاها جدة الشغال ومنظم الضغط ووجه ضرب السيفون، ان شاء الله اموره في السلام في السليم. ما شاء الله تبارك الله، بس حررنا القفيز ومسكنا الجنب او باليد الشكمان، شدينا، الان صوت التنسيب راح. الان كذا بعون الله الامور عندي على العال. ايضا هذا لابد من اصلاح التهريب. على العموم برضو ما نحكم عليه، انا لما مسحت الاطراف مع اني غسلت القاعده حقت الحاويه حقت الطنجره، الا انه لابد يتغسل كامل ويشيك عليها مره ثانيه. هرب زيت المحرك معناته عنده وجه الكرتون. ما شاء الله تبارك الله، حتى في مشوار وللان ما جاء شيء، ولكنه التهريب او التشيح حق زيت المحرك يحتاج الى وقت. فأنا أرجع وأكرر أقول غسل وتأكد، إن شاء الله ما عاد فيه. ممكن الآن بس مع أثناء التطبيق ينزل بعض السوائل، أو مع نزول المحرك وطلوع المحرك مع الجير، لكن بعد ما مسحت الآن وأخذت فيه مشوار إلى الآن ما عندي أي آثار تهريب، ولكن لازم يتغسل من جميع المكان عشان لو في شيء راح يكون يبين معنا. هذا صلى الله وسلم على سيدنا محمد.